السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ومشاركه هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفائده. نتكلم في هذا الفيديو عن 20 جمله في اللغه الانجليزيه من حياتنا اليوميه. كما نعلم افضل طريقه لتعلم المفردات والكلمات واضافه رصيد جديد من المفردات في رصيدي هو ان احفظ جمل وتراكيب، يعني اضع هذه الكلمات في جمل، بالتالي أستطيع أن أستخدمهم وأطور من محادثتي والكتابة في اللغة الإنجليزية. إذن أفضل من حفظ مفردات لوحدها، أحفظ جملة يكون حفظ أكثر من كلمة، بالتالي أستطيع أن أستخدم هذه الكلمات معا، بالتالي أطور من لغتي الإنجليزية. تابع معي نهاية الفيديو، هناك الكثير من المعلومات والتي تفيدنا في تطوير محادثتنا وكتابتنا في اللغة الإنجليزية. كيف أقول جبت العيد؟ يعني كيف يعني؟ دمرت كل شيء، خربت كل شيء، يعني كنت تعمل شيء ما وكل شيء فسد واخترب. تقول I blew it. I blew it. كيف أقول؟ لابد أن أتصالح معهم، يعني أراضيهم. I have to make peace with them. دائما من تشوف have to يعني ترجمة يجب، make peace يعني أصنع السلام، يعني أتصالح، with them معهم. I have to make peace with them. كما قلنا peace سلام، يعني لابد أن أتصالح معهم، يجب أن أتصالح معهم. كيف نقول هذا الشيء نحس، يعني وجه نحس، يعني كان شيء أو كنت تفعل شيء ما وجاء شخص أو حدث ما أو شيء ما، تقول هذا شيء نحس أو وجه نحس. That is a genetic. That is a genetic. كيف نقول مرض السكري؟ Diabetes. Diabetes. إذا مرض السكري. كيف نقول شخص مصاب بالسكري؟ Diabetic. Diabetic. لاحظ. Diabetic. Diabetic. Diabetes. Diabetic. كيف نقول كن متواضع؟ Be humble. Be humble. إذن I blew it. I have to make peace with them. That is a genetics. Diabetes. Diabetic. Be humble. آخر مرة. I blew it. I have to make peace with them. That's a genetics. Diabetes. Diabetic. Be humble. كيف نقول وسائل التواصل الاجتماعي؟ Social media. Social media. معقم اليدين. Hand sanitizer. Hand sanitizer. مثلا أقول أحتاج معقم يدين. I need a hand sanitizer. Hand sanitizer. كيف نقول إنها دموع الفرح؟ They're tears of joy. لاحظ they're هي اختصار لي they are. They're tears of joy. Joy يعني متعة، فرح. كيف نقول تجاوزت حدودك؟ You crossed the line. نعرف cross يعبر، يعبر الخط يعني يتجاوز الحدود. بالماضي نضيف ايدي. You crossed the line. كيف نقول كن منطقي؟ يعني خليك منطقي. Be reasonable. Be reasonable. Social media. Hand sanitizer. There tears of joy. You crossed the line. Be reasonable. آخر مرة. Social media. Hand sanitizer. There tears of joy. You crossed the line. Be reasonable. كيف أقول أقبل تحديك؟ I accept your challenge. I accept your
تشالنج، اذا اقبل تحديك، اكسبت اقبل، تشالنج تحدي، يور تشالنج يعني تحديك، اي اكسبت يور تشالنج اقبل تحديك. كيف نقول بدون شك؟ يعني بلا شك، without a doubt، without a doubt. لاحظ البي سايلنت لا تلفظ، لا نقول doubt، without a doubt، without a doubt. كيف أقول لم يخطر على بالي؟ it didn't cross my mind، يعني إنه لم يعبر عقلي، يعني لم يخطر على بالي، لم تأتيني الفكرة يعني. it didn't cross my mind. كيف أقول لم أنتبه؟ I didn't pay attention. لاحظ دائما A Y الفضاء A، مثل عندنا D R C وهكذا. Attention. I didn't pay attention. كيف نقول شخص تفضل يعني اجلس؟ لا نقول له sit down أو please sit down، نقول please have a seat. سيت مقعد، have a seat يعني تفضل اجلس، اجلس طريقة polite way، طريقة مؤدبة. please have a seat. نقرأهم، I accept your challenge without a doubt، it didn't cross my mind، I didn't pay attention، please have a seat. آخر مرة، I accept your challenge without a doubt، it didn't cross my mind، I didn't pay attention، please have a seat. عندما أكون في مطعم أو في مكان ما أريد أن أطلب وجبة معينة، نقول can I have مثلا a cake، can I have Pepsi، وهكذا استخدم can I have، أو تقول could I have بيبسي، بإمكاني أن أخذ أو تحضر لي بيبسي. إذا استخدم can I have وأذكر الشيء الذي أريده، أو أقول could I have وأيضا أذكر الشيء الذي أريده، can I have could I have، واحدة منهم. كيف أقول بلمح البصر؟ يعني شيء حدث بلمح البصر. لاحظ blink ومضة أو رمشة يعني سريعة، in a blink of an eye يعني بلمح البصر. blink لاحظ blink، الاي الفضها مثل كسرة، blink of an eye، لاحظ اي نفس لفظ الضمير اي، in a blink of an eye. مثل شخص قال شيء ما تريد ان تقول له كرر او اعد، لا تقول له what يعني انه ما فهمت، تقول له sorry بهذا الشكل، او come again يعني please repeat come again، أو تقول excuse me يعني ماذا لو سمحت، أو نقول pardon pardon يعني المعذرة، يعني لم أفهم ما قلت. إذا نقول sorry come again excuse me pardon، لا نقول مثلا repeat بهذا الشكل، كرر أو أعد أو what do you say، لا نقول هذا الشكل، طريقة مؤدبة sorry. إذن أحدى هذه الكلمات sorry come again excuse me pardon. كيف نقول يوم لك ويوم عليك؟ you win some you lose some، you win some you lose some. لاحظ win يربح، lose يخسر، عكس بعض، you win some you lose some يعني يوم لك ويوم عليك. can I have could I have in a blink of an eye sorry come again excuse me pardon you win some يعني تربح البعض وتخسر البعض، يعني يوم لك ويوم عليك، you win some you lose some. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن 20 جملة وتركيب في اللغة الإنجليزية.
كما قلنا أفضل طريقة لحفظ الكلمات هو وضعها في جمل. لتكون الفائدة أكبر من هذا الفيديو، حاول أن تكتب هذه الجمل في مدونة أو في دفتر خاص بك، احفظهم وعيد تكرارهم. كل جملة أكتبها 5 مرات على الحاضر، يكون أشوف الجملة 5 مرات على الغيب، وأيضا أذكر هذه الجمل. أو ممكن تصور نفسك فيديو تقول الجملة، تعيد تشغيل الفيديو، تسمع يعني تمرن أذنك، أيضا تتكلم. هذا الطريقة تساعدك كثيرا أنه يسمع عندك جرأة على التحدث باللغة الإنجليزية، أيضا تشاهد ما هي أخطائك وتسمع ما هي أخطائك. ممكن شخص يقول ما عندي حدا مثلا يسمع لي أو يكرر لي أو يعني عشان أحفظ أسرع، خلاص أنت عندك تليفونك، سجل فيديو وقل هذه الجمل وأسمع ماذا قلت، بالتالي كما قلنا تمرن أذنك ولسانك على التحدث. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن 20 جملة في اللغة الإنجليزية من حياتنا اليومية. أتمنى قدمت شيء الفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.